بحضور صلاح الدين مزوار وحاكم الحيطي عقد مؤتمر صحفي بالدار البيضاء، وذلك من أجل تقديم برنامج الدورة الثانية للقمة العالمية كليميت تشينج الذي سينعقد بأكادير، والذي سيجمع مختلف الفاعلين غير الحكوميين في مجال مكافحة التغيرات المناخية. هذا حدث يعني قمة عندها أهمية متميزة وخاصة لأنه كتجمع الفاعلين غير الحكوميين وأساسا المسؤولين على الجهات والمدن اللي عندهم دور أساسي في تنزيل الاتفاقية وتفعيل المبادرات من أجل المناخ. هي مناسبة كذلك اللي غتجمع فيها كل الفاعلين الغير الحكوميين، ماشي غير المغاربة بوحدهم ولكن كذلك الأفارقة و يعني الأوروبيين وعلى المستوى العالمي. إذا هذه بحيلة يمكن نقولوا قمة مصغرة ما فيهاش الجانب الحكومي، فيها الجانب الغير الحكومي. وكان عارفوا الدور ديال الجانب الغير الحكومي في الدفع بوتيرة يعني تفعيل هاد القرارات اللي اتخذت وهاد الدينامية اللي كاينة. السياسة المناخية ديال المغرب هي بينات للعالم بأن التحديات المناخية يمكن لها تكون فرصة للتنمية، فرصة لخلق فرص ديال الشغل، فرصة لنهج نموذج جديد من التنمية، وهو النموذج اللي تحت القيادة ديال صاحب الجلالة كتطور به السياسات العمومية ديال البلاد. والآن كنشوفوا في المناخ كنعرفوا بأن التحديات كبيرة ولازم من سياسات عمومية اللي كتحطها الدولة، ولكن لازم من واحد الإطار اللي هو قريب من المواطن باش يمكننا ننزلوها على الأرض الواقع. فإذا كانت الدولة كتحط السياسات العمومية فالجهات الجماعات الترابية عندها واحد الدور مهم جدا لتنزيل هذه السياسات العمومية على أرض الواقع. فكيف كتعرفوا 65% من انبعاثات الغازية هي على الصعيد المحلي والترابي، و 80% من القرارات المتعلقة بالمناخ يأخذها رئيس الجهة ورئيس المجلس البلدي. فإذا ضروري من أن هذا يعني القطاع الغير الحكومي اللي هو المنتخب اللي عنده واحد اللي قريب من الساكنة واللي قريب من المواطن واللي كياخذ القرارات اليومية يكون في قلب سياسة المناخ وفي قلب تنزيل سياسة المناخ. يمكن لهذا الموعد السنوي تعبئة الفاعلين غير الحكوميين إلى جانب المجموعات المنصوص عليها في الاتفاقية الإطار بشأن تغير المناخ من تعزيز تقدم الإجراءات الملموسة من الدورة الأولى والهادفة إلى مكافحة التغيرات المناخية. احنا في جهة سوسما سامسرورين باش نستضفوا هاد القمة الدولية ديال الكليمات شانس، ومن طبيعي بعد النجاح ديال لكوب 22 في مراكش اللي تقدموا فيها واحد العدد ديال المبادرات باش أكادير يستضف الفاعلين غير الحكوميين. إذن يعني السياسات كياخذوها يعني الدول، ولكن يعني العمل المبادرات كيكونوا على الصعيد المحلي. هاد الشريك ديالنا اللي هو جمعية كليمات شانس فيها الفاعلين غير الحكوميين يعني المعترف بهم من طرف الأمم المتحدة في ما يخص المناخ، اللي هما الجامعات الترابية الدولية، فيهم يعني الجمعيات ديال المجتمع المدني اللي كيهتموا بالمناخ، فيهم الشباب، النساء، الفلاحة، المقاولات، رجال العلم يعني الباحثين والجامعات، فيهم كذلك الشعوب الأصيلة، فيهم يعني السانديكا النقابات. إذن هادو هما يعني الفاعلين غير الحكوميين اللي دايرين ائتلافات وكيهتموا بهاد يعني الشأن المناخي. Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est le plaisir que nous avons d'organiser avec la région de Sousmassa ce deuxième sommet en Afrique. Climate Change, c'est une organisation unique au monde. C'est le seul sommet mondial où tous les acteurs non étatiques sont traités à égalité.
les grandes villes comme les petites communes, les petites associations comme les grandes entreprises, il y a une égalité, il y a de la place pour tout le monde. Et je crois qu'il était important qu'on ait aujourd'hui un Climate Change en Afrique pour mobiliser la société civile africaine. Elle a une partie des clés de l'avenir, donc c'est très important qu'elle se mobilise aujourd'hui, qu'elle soit plus en contact avec notamment les grandes coalitions thématiques qui existent aujourd'hui sur le climat, mais qui sont encore plutôt animées par notamment les Européens. Donc il fallait aller en Afrique pour mobiliser cette communauté, qu'elle soit plus impliquée dans les grandes coalitions. En plus, je crois que la région de Souss-Massa fait beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, je suis impressionné par beaucoup d'actions qui sont menées sur le climat. Donc, c'est l'opportunité. Et d'ores et déjà, alors qu'on est encore à un mois et demi du sommet, on a déjà plus de 1000 inscrits, 50 nationalités. Donc, comme l'a dit le président Mézouar, comme l'a dit Hakima El Haïté, je crois que ce sommet sera le plus important de ce genre jamais organisé, une sorte de pré-COP non étatique, et effectivement c'est un grand plaisir d'aller à Agadir. هذه القمة إذن التي ستنعقد من 11 إلى 13 من شتنبر من العام الجاري، من المنتظر أن تعرف توافد آلاف المشاركين من حوالي 50 بلدا، وسيخصص اليوم 12 بالكامل للسياق الإفريقي من أجل التعبير عن قضاياهم وإلقاء الضوء على التزاماتهم.